السلام عليك. عليك السلام. كيف حالك؟ حياك. شو اليوم بالسوم خليفة؟ بس وصلت الفاصولة طول عمرك. فاصولة بسوم صالونة؟ شو المقادير مال فصالونة الفاصولة يوم خليفة؟ الحين بقدم صالونة الفاصولية. فاصولية والكركم وصلصة الطماط والفلفل الأحمر والملح والفلفل الأخضر والكزبرة والبصل والطماط والزيت والماء. الحين هذا بسوها ناشفة عشان أنا بسوي الخبز صح؟ هي ناشفة عاد. ناشفة لا؟ هي نعم. عشان تكون مع لها الحين أنا بشغل هاي عشان أحر الطوبي. زين. أنت مخليها بسوي هذا وش اسمه الفاصوليا الناشفة صح؟ نعم. هي. أني بسم الله. الحين مخليها هي بسوي صالونة الفاصوليا الناشفة وأنا بسوي الخبز عشان الفاصوليا تنتكل مع الخبز. صح مخليفة؟ نعم بطيب بشغل الغاز؟ يلا بشغل الغاز عشان أنا الحين شغلت حق الطوبي. هذا هو الطوبي مال الخبز معاي. وش؟ الطحين. الطحين رقم واحد حق الكيك وما أدري شو. هاي في رقم اثنين، في رقم ثلاثة، في بر. إذا خضيت بر شوية، بر شوية، رقم اثنين تخلطيه مع بعض عشان يغلي ليش الخبز أحمر. نعم. الحين هذا الطحين تجيبيه والبار تنخليه، سبحان الله عن في شيء ولا شيء. ننخل الطحين بعدين شو نسوي؟ نخلنا الطحين يبنى طاسة وحطينا، حطينا شوية ملح وماي. هاي هو الحين الطحين ما في شيء بارد، بس ملح وماي. وهذا الطوبة الحين أرتيه حر. ها منو يسوي هالشكل صوت حر؟ الحين شو تبي مخليفة طاولش؟ يلا بسم الله. الحين بسوي الزيت، صب الزيت في القدر. هاي حطيت الزيت مخليفة، بعدين بتضيف البصل صح مخليفة؟ اي نعم. هاي القفشة مشكورة. هاي الحين مخليفة بتضيف البصل. كم راس بصل مخليفة؟ راسين بس. راسين؟ ها راسين. راسين بصل. شوفوا يكون الطحين راس. الطحين مرتاح، يوم يكون مرتاح ها زين. مع البصل اضيف البصل، احرك البصل الحين. هاي هذا الطحين انا بدور اخبز. الحين الطوبي حار عشان انا حطيت فيه زيت شويه بيرهق. شوفوا كيف بيرهق، اني حطيت انا زيت. اول خبزه وحده لازم تخترب ان الزيت، بعدين بيمشي زين. انا دهنت الطوبه شويه بزيت، شويه بيكون يرهق. شوفوا رهق شويه بعدين بيستوي زين. لازم اول خبزه لازم تخترب. اي لازم شويه، لازم اول خبزه تخترب. ليش؟ ان انا دهنت الطوبه بزيت، سويت زيت وايد. الحين لازم الطوبه حطيت شويه زيت، انا لازم ادهن شويه بزيت وخبز. طبعا لازم اول خبزه لازم تخترب انه يرهق الطوبي. في ناس يوم يحطوا شويه زيت يبوا طحين ناشف، يضروا على الطوبي طحين ناشف ويعسوا. انا ما حطيت طحين، جيت على طول خبز رهق شويه بس ما عليه. اول خبزه واحده بتخترب بعدين بيستوي ان شاء الله زين. حمر الحين، احمر البصل لين يحمر، احركه عن يحترق. حرق البصل الحين، احمر البصل لين يحمر البصل. لين يحمر لازم احركه عن يحترق او شيء. برا ما تحطي بس بصل، حطيتي وزيت. بس البصل والزيت اول شيء نحمره. شوفوا ان هاي والخبزه لازم ترهق. هذه خبزه خبزتين لازم تكون تخترب. انه الطبق انا دهنته بزيت طبعا. ناس يوم تدهني شويه بزيت تجيب الطحين ناشف، تضري على الطوبي ليش؟ عشان ما يرهق. انا ما حطيت عاد. شويه شويه لازم خبزه خبزتين، شويه بتغلي غير بعدين بيستوي زين. ام خليفه الحين انت الشيط هذا سوى البصل بعده ما احمر. البصل لين يحمر لا؟ هي. من يحمر بتحط الطماط ولا الفاصوليا اول؟ لا
بحطه شويه الصلصه الحمراء عليه ومع الفلفل هيك، وبعدين الطماط لين يذوب الطماط هي. لانه هاي الفاصوليا بيضة لازم اسوي فيها صلصه حمراء شويه عشان تغيرها، اغير لون شويه احمر عشان هاي في فاصوليا حمراء في فاصوليا بيضة. هاي الحين انت عندك فاصوليا بيضة، لا هاي بيضة هي، بس بتحطي فيها معجون تاخذي حمراء، معجون طماط الحين هاي من الصالونه تكون حمراء الفاصوليا خلاص ما تبى الصلصه الحمراء هي. انا وليش بخف على النار شويه عشان طبي وايد حال لازم اخف النار. هي نعم. الحين مخليفه تشيط البصل مع الزيت لين يحمر، صح مخليفه؟ هي نعم، اعطينا حبيبتي السكين. سكين ان شاء الله. هاي السكين. هاي الحين مخليفه تحط هذا شو اسمه؟ الحين احط الفلفل. هاي الفلفل الحار لا مخليفه؟ هي اقص الفلفل اثنينه. وأحركه مع البصل الحين، حرك البصل مع الفلفل ايه، تحط البصل مع الفلفل لا هي نعم، وبعدين بسوي صلصة الطماط عشان تغير الفاصوليا هي نعم. الحين هاي مخليفة سوى عبارة الصالون الناشفة الفاصوليا. فاصوليا. وانا اخبز عشان تاكل. قفشة الله يخليكم علي. ان شاء الله. الحين وليش؟ سامحيني باليسار. مسموح. هاي الحين اسوي الفاصوليا ناشفة ما بتصير صالونة فيها وايد ماي. اضيف الحين الصلصة الحمراء عليها. عشان نغير لون الصلصة الفاصوليا البيضاء. عشان هذا بسويها ناشفه الفاصوليا عشان ياكلوها مع خبز، تكون بالعيش لازم تسوي فيها مع الصالونه صح مخليفه؟ اي نعم. الحين هي بسويها ناشفه ليش؟ عشان مع الخبز. مع الخبز تكون ناشفه. ناشفه. اي والفاصوليا اذا مع العيش تكون فيها مرقه صالونه. فيها صالونه. فيها الماي. والحين هذا الطبخه حق عشاء حق الريوق. للريوق للعشاء عادي. عشان وجبه خفيفه. خفيفه هي. نسويها مع الخبز، خبز رقاق مع صالونة الفاصوليا. عبارة هالشكل وجبة خفيفة. خفيفة. حتى ناس بعد تشتهي مليتي من أكل العيش عادي يتغدوا ولا مخليفة؟ عادي عادي. عادي. عادي إذا يشوف. شوف الحين بدأ الطبي خلاص. الحين الطحين مرتاح. الحين بعد ما أضفت الصلصة مع البصل والفلفل. اضيف عاد البهارات الكركم عباره نص معلقه ولا معلقه وكيف؟ بضيف الكركم الحين القفشه معلي ان شاء الله، شويه كركم، شويه الكركم اضيف، واضيف الفلفل الاحمر شويه بعد على حسب لانه ما قليل لانه على عشان الخبز جو حار لا ما يبغى جو حار ما يهم، واحركه عاد حركه شويه. الحين اضيف الطماط عبارة الفاصوليا تخليها اخر شيء لا مخليفه، اضيف الحين الطماط. طماط كم واحد شوف مخليفه؟ طماط زياده عشان على ست على سبع طماطات عشان الفاصوليا عشان ما تحط فيها هذا وايد ماي. العيال يحبوا الطماط. طماط ناشفه زينه. بعد ما ضفت الطماط احركه شويه. واضيف عاد الملح شويه. عباره قفشه ولا نص؟ لا والله ما اضيفه. عشان وايد قفشه من الصغار يعني قفشه صغيره نص قفشه يعني من الكبار. ايه نص قفشه من الكبار بس عشان ما ملح وايد ما ينتكل لازم شويه. وغطي عليه شويه خليه على راحته عاد يمضي الطماط لين يذوب الطماط وبعدين اصب الفاصوليا. خلي نار هادية علي لام خليفة؟ ايه نار هادية على راحة الطماطم ينضي لين يخلص وبعدين اكب الفاصوليا.
النهايه وجبه خفيفه بسرعه تنطبخ لم خليفه؟ ايه خفيفه على طول. هذا جاي مكان ولا شيء؟ عشان ما مثلج على طول طلع من الفلاجة وتسوي صح؟ ايه عادي يعني. وحبوا لي هذا بعد اكله خفيفه. علب جاهزه وهذا. كيف؟ العلب الجاهزه على طول تخلص ناضيه تكون هي نعم. وفي ناس بعد يحبوها فريش يجيبوا على حسب انت اللي تبي. على حسب يعني. تبي هاي عندي. الحين ما محتاجتنا ان شاء الله. ما محتاجتنا. هي بعدين ان شاء الله. والحين تركي شوي نار هاديه عليله. ايه. اخر شيء بتحطي الفاصوليا. اخر شيء فاصوليا. في فاصوليا انواع داخل القواطي، شيء فاصوليا احمر صح مخليفه؟ ايه في فاصوليا احمر وفي بيضة. شيء بيضة. ايه. عباره فاصوليا انواع الحين تقولوا شوفوا هاكا بيضة. انا. عبالكم نخي هذه فاصوليا. ايه. الفاصوليا في احمر في فاصوليا بيضة، لكن يوم بتحطيها مع الطماطم تراها بتستوي حمراء. سوينا فاصوليا انواع نفتح عنا نشوفه. شوف اركو انا اشتري الحين هاي مخليفه تحمس الطماطم مع الهاي عشان لين يذوب الطماطم. ان الفاصوليا داخل علبه اصل الناضيه من تحطيها على طول بس ترتيل هذا شو اسمه. حرك الحين حرك الطماطم لين يذوب الطماط، اكسر الطماط شويه عشان يخلص. عشان هاي ناشفه ما تحطي وايد عليها ماي صح مخليفه؟ ايه ما يبى ماي وايد بس خلي على راحته الحين الطماط نكسره شويه يذوب الطماط. ايه يوم بيذوب الطماط عاد نصب الفاصوليا ونحطها داخل ونخليها بعد شويه وبعدين خلاص. الحين بتركع عشان الطماط ينضج. هي احرك الطماط اكسر الحين. كسر الطماط. الحين اشوفهم خليفه شو تسوي؟ تخلط الطماط عشان يذوب. عشانها ما صالونها بتسويها ناشف. ناشفه هي. ناشفه عشان تاكلها مع ياكلوها مع الخبز. هي الطماط خلي يذوب اول شيء احسن تكسر. يوم يذوب الطماط هي بتحط الفاصوليا. في ناس يحبوا صالونة حارة يزيدوا فلفل، اللي يحب ما يحب وايد الفلفل يقلل من الفلفل. أبا حسب أنواع الناس يحبوا كذا وناس كذا. صدق يا شم خليفة في بيوت في أنواع، حد يحب الفلفل، حد يقول ما نحب الفلفل، على ذوق. على راحتهم كل واحد على راحته، على ذوقه. كل واحد طبيخه غير. ناس يحبوا الفلفل ما قالت مخليفة، ناس ما يحبوا صح مخليفة؟ اي نعم يا حبيبي. ناس بعد ما يحبوا فيه الزيت الاكل يحطوا شيء بسيط. اي ناس انه يقولوا الزيت مو بزيت. الزيت يخففوا احسن. اي يخفف. الكوليسترولات والامراض الدهون. الدهون اي. زمن الاول على كيف رحنا نسوي سم البلاد؟ نشرب وشرب ام خليفة. ما قالوا عندنا كرستور وقال ما ادري شو. هي سبحان الله سمن البلاد غير. سمن البلاد غير صح. غير هي ما. عبارة نباتات غير. هي سبحان الله. هي. هاي الحين زيت غير. زيت ما ادري من شو، ما حد يعلم شو مسوي. هي. بس مكتوب عليه هذا عبالي الشمس هذا ما ادري شو، بس هاي الزيت السمن مال بقر زيت. السمن مال بقر مخليفة. هي. دهني فيه خبز رقاق وايد حلو لم خليفة. هي نعم. حطي سمن البلاد على الخبزة. على الخبزة. تشتهي تاكل الخبز. هي والله. الحين بعد ما داب الطماط وهذا الحين بصب الفاصوليا. الحين بصب الفاصوليا. هي بصب الفاصوليا. هاي ترى هي فاصوليا بس لونها بيضة. بسم الله. هاي فاصوليا بس بيضة. الحين حركوا عاد. هاي فاصوليا. فاصوليا هذه شوفوا هاي هي فاصوليا بس لونها ابيض مخليفه ما حطت شيء طماط بصل فلفل حار لم خليفه فلفل حار اثنينه فلفل حار اثنينه حطيت شويه فلفل حار شويه بالقفشه حطيت شويه كركم قفشه معجون لا هي معجون صلصه ابيض نعم شويه ملح
هاي المقادير مال الفاصوليا. هاي المقادير نخليها الفاصوليا عاد. ناس بعد يسووها تحت العيش مخليفه. هي ناس بعد يسووها تحت العيش، في ناس ياكلوها مع الخبز، كل انسان كيف هو كيف بياكل. بدأ الطحين خلص، هذه خبزه واحده، وانت بعديت الفاصوليا خلصت صح؟ خلصت بشوفها الحين شويه بنغرف خلاص خلص صالونه خلاص. هذا الحين الطحين تمت شويه صغيره بس حرام اقطها، لازم اخبزها حرام. يقول حرام النعمه تنتاح صح مخليفه؟ اي نعم. هاي شويه بخبزها وخلاص خلصت صالونه الفاصوليا. خلص الحين الخبز خلص. الحين شو بسوي؟ هاي بكبه مع هاي خلاص. انا خلصت. الحين نغرف عاد. الحين بنغرف خليفة. الصالونة. الحين صبري شوية. الحين هذا بخليه عشان ما محتاجة لي. شوي ببعده عني. الحين هذه الخبزة. في هاي صالونة الفاصوليا والخبز رقاق، هاي وجبة خفيفة. لويش ناس ياكلوها العشاء، ناس ياكلوها الصبح ريوق، ناس حتى بعد هذا صالون فاصوليا يسووها حق العيش تحت العيش. انت على كيف العيش هي تحت العيش مع خبز رقاق ياكلوها صح ولا لا مخليفه؟ نعم هي ياكلوها بعد تحت العيش فاصوليا ويقلوا سمك او دجاج وياكلوا بعد ياكلوها لا؟ مثل بدل لا يسووا داغوس يسووها داغوس. ايه حطوا داغوس تحت العيش. خلاص انا الحين بنت عني الخبز خلص، وهذا الخبز هاي هو خلص الخبز. الحين تواني خلص الملح زين مخليفة؟ زي زين كل شيء زين الحمد لله. أنا بنت عن الصالونة. بنت صالونة الحين أغرف. الحين بنغرف هي الفاصوليا. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هي هذه الفاصوليا، طماط، بصل، فلفل أخضر، شوي مكونات كركم، شوي فلفل حار هاي مطحون. هذه الفاصوليا من شو؟ طماط شواب مع بصل مع فلفل طازه هاي حار صغار. فلفل حار بعد هذا، كركم، كزبره. كزبره تزين بس شويه كزبره. شويه معجون صلصه لاختي. هي صلصه طماط. هي. إذا كانت الفاصوليا بيضاء. هي. وإذا كانت فاصوليا حمراء ما تبى صلصة. ما تبى صلصة. لا ما تبى صلصة بس الطماط. إذا تقول خليفة إذا صار الفاصوليا بيضاء تحط قفش الصلصة، وإذا تكون فاصوليا حمراء ما تحط صلصة. ما نحط. صح مخليفة؟ لا ما نحط. هي. وتقول إيش بهارات ما تحط وايد، شوي فلفل هاي حار، شوي هاكو فيه مخليفة غرفي. كله سوي؟ هي ترومي؟ هاي بعطيش فوطة تبي فوطة؟ لا ما علي هي غرفي غرفي. هاي هي الفاصوليا ياكلوها مع خبز رقاق، في ناس ياكلوها مع العيش، انت وش تحبي؟ هي عادي هي عادي حتى مع العيش تنتكل. هي بعدين مخليفة هي حطي هذه هي فاصوليا بيضة هي حطيت معجون. تقول اذا الفاصوليا حمراء ما لازم تحطي معجون صح مخليفة؟ لا ما تحطي. حطي كزبرة شوية مخليفة. ان شاء الله. شوية كزبرة ترى عليه عشان ليش؟ غطى على القدر. عشان الكزبرة تعطيش نكهة حلوة وتعطيش لون حلو. فرمي فرمي مخليفة شوية فرمي أحسن. عندك سكين؟ إيه. هاي فرمي هنا. هاي وش ليش هالكزبرة هاي الطازة؟ الطازة يوم تكون تفرميها تحطيها داخلها تعطيش لون حلو، تعطيش نكهة حلوة. ها شوفي؟ اللي هال ما يحبوا بس رحنا كبار نسوي لنا اللي هال اذا شافوا شيء هاك ما يرضوا ياكلوا ما ياكلوا. ها شوفي كيف عشان تعطيش منظر حلو ونكهه حلوه الكزبره في تكون فيها ريحه وحلوه. شو رايش؟ حلوه حلوه ناشفه. انت ما حطيتي ماي صح؟ لا ما سويت الطماطم بروحها طلعت ماي. اي نعم ام خليفه ما حطيت ماي لان ابها ناشفه. الناشفه ما سوى فيها ماي. الناشفه تقول ما تحطي فيها ماي. اي نعم.
صح؟ لا ما سوى. والله حلوة هاي، هاي طبخة سهلة، جاي من المستشفى شيء ولا مكان صح مخليفة؟ هي ما تكون يعني مثلجة نعم. ولا شيء؟ لا لا على طول علب هي جاهزة هي وطبخيها. نعم شوفوا علبة جاهزة هاي طبخة مخليفة، طبخة هاي الفاصوليا تكون البيضة بس هي حطت فيها معجون مع قفشة معجون عشان غيرت اللون الأبيض استوها، وهذا الخبز العربي. شو رايك مخليفة؟ هاي أكلنا الأولي هذا وهلنا هي تعودنا. لا تعلمت من الوالدة عاد، تعلمت من الوالدة. نعم تعلمت من الوالدة الطبخة الحمد لله، خبز رقاق وصوالين فاصوليا أول. الحمد لله جزاهم الله خير علمونا. الله يخليهم. نعم الله يرحمهم المات والهاي. أعزائي المشاهدين هذه هي الفاصوليا وهذا الخبز الرقاق، وإن شاء الله يعجبكم بالعافية والهنا عليكم وشكرا. هنا وعافية عليكم.